جلب نمو الصناعة الكهروضوئية ابتكاراً أخضر إلى الصحراء، لكن وفرة الأعشاب تحت الألواح الكهروضوئية لا تضعف كفاءة توليد الطاقة فحسب، بل تزيد أيضاً من خطر حرائق الشتاء. في مواجهة هذا التحدي، خلقت مقاطعة تشينغهاي نموذجاً جديداً الذي يدمج بين الطاقة الشمسية والرعي، حيث لا يتحكم هذا النموذج في نمو الأعشاب ويقلل من الرمال والغبار فحسب، بل يحسن أيضاً نوعية حياة السكان وينشط الأرض. كما في مقاطعة هاينان، أصبحت طريق الضفادع سمة رئيسية للابتكار البيئي المحلي، وباعتباره ممراً بيئياً مصمماً خصيصاً للضفادع، فإنه يدل على حكمة الصين على إيلاء اهتمام متساوي للحماية البيئية وبناء البنية التحتية. التمسك بمبدأ التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، كان مفهوم التنمية الخضراء متجذراً بعمق في عملية التحديث الصيني النمط، ما أدى بالصين إلى مستقبل مستدام. كما أن تنمية الصين الخضراء تفيد العالم، حتى الآن تم تصدير المنتجات الكهروضوئية ومنتجات طاقة الرياح الصينية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم لمساعدتها في الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة. تساهم التكنولوجيا والمنتجات والحلول الصينية في استقرار سلسلة الصناعة الخضراء العالمية، وتكتب فصلاً أخضر للتعاون الدولي.